بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس النحو العربي، الميزان الصرفي. والميزان الصرفي كما نعلم هو معيار لفظي اصطلح عليه علماء الصرف على اتخاذه من أحرف فعلة فاء عين لام، ليزنوا به ما يدخله التصريف من أنواع الكلم العربية. فكما احتاج الصائغ مثلا إلى ميزان يعرف به القدر الذي يصوغه، احتاج الصرفي إلى ميزان يعرف به عدد حروف المادة وترتيبها وما فيها من أصول وزوائد وحركات وسكنات، يعني عايز يوزن الكلام فعلا مصدرا اسما ايا كان. السر في اختيار احرف فاعله. ناس كتير بتقول مش معنى كلمه فاعله، ليه ما قالش كتب، ليه ما قالش حدث اي فعل. لعل السر في ان تكونت حروف الميزان من الفاء والعين واللام ما ياتي، ان لفظ فعل عم جميع الافعال ويطلق على كل حدث، فيقال للأكل فعل وللشرب فعل. يقول الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، أي مزكون. ويقول تعالى أيضا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أي حطمت هذه الأصنام. النقطة الثانية: مخارج الحروف التي تولدت منها حروف الهجاء ثلاثة، وهي الحلق واللسان والشفتان، فأخذ الصرفيون الفاء من الشفتين والعين من الحلق واللام من اللسان. وقد سمى الصرفيون الحرف الأول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة، فتكونت الميزان الصرفي من كلمة فعل. الميزان الصرفي، الميزان أداة نزن بها الأشياء بحيث تتساوى كفة الميزان، يعني الاثنين قد بعض تماما، الكلمة والكلمة الموزونة. الصرف علم تعرف به أبنية الكلام الاسم أو الفعل أو الحرف واشتقاقاته. نستنتج من ذلك أن الميزان الصرفي مقياس جاء به علماء الصرف كما ذكرنا لمعرفة أحوال أبنية الكلمة، وما تبين بالبحث والاستقصاء أن أكثر الكلمات العربية ثلاثية الأحرف، أكثر الكلام عندنا في اللغة العربية ثلاثة أحرف، فإنهم جعلوا الميزان الصرفي مركبا من ثلاثة أحرف أصلية، قلنا اللي هي الفاء والعين واللام، تتجاوب من كلمة فعل. وجعلوه مقابل الكلمة المراد وزنها، فالفاء تقابل الحرف الأول، والعين تقابل الحرف الثاني، واللام تقابل الحرف الثالث، فلو قلت حدث توزن على فعل، على أن يكون شكل الميزان مطابقا تماما لشكل الكلمة الموزونة من حيث الحركات والسكنات، نفس التشكيل في الميزان في الكلمة الموزونة. وقد اختار الصرفيون كلمة فعل لتكون ميزانا صرفيا، لأن كلمة فعل ثلاثية الأحرف، ومعظم ألفاظ اللغة العربية مكونة من أصول ثلاثة، أما ما زاد على الثلاثة فهو قليل، اللي هو الأوزان الرباعية. والجداول الآتية سوف توضح لنا كيفية الميزان الصرفي، وهذا جدول توضيحي للوزن الصرفي. قلنا عندي كلمة جمع، فاء الكلمة الجيم، عين الكلمة الميم، لام الكلمة العين، فالوزن فعل. رحم، فاء الكلمة الراء، عين الكلمة الحاء، لام الكلمة الميم، الوزن رحم فعل. خد بالك من الحركات والسكنات، رحم فعل.
حسنا، فاء الكلمة الحاء، عين الكلمة السين، لام الكلمة النون، حسنا فعلا، حسنا فعلا. الجدول التالي: كيفية وزن الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف، واللي قلنا إنها قليلة في اللغة العربية. إذا كانت الكلمات الزائدة على ثلاثة أحرف لا يمكن الاستغناء عن حرف من حروفها لأنها أصل الكلمة لا يستقيم ولا يستقيم المعنى بدونها، زدنا لاما واحدة في آخر الميزان. إذا كانت الكلمة رباعية، يعني لو كانت الكلمة أصلها رباعي ما ينفعش إن احنا نشيل منها حرف، هنزود في الميزان لام في آخر الوزن. الفعل الرباعي زلزل، وزنه فعلل، دحرج فعلل. خد بالك هنا اللي حصل، زودنا لام فين؟ في آخر الوزن، زي ما احنا شايفين قدامنا، زلزل فعلل، دحرج فعلل. الكلمة التالية طمأن فعلل. الكلمة الآتية وسوس، هنقول فعلل. هنلاقي إن في آخر الوزن زدنا لام، في آخر الميزان زدنا لاما واحدة فأصبحت فعلل. ثم نأتي لأمر آخر: إذا كانت الزيادة بالتضعيف ضعفنا الحرف المقابل له في الميزان، يعني لو كان الحرف عندي مضعف يضعف في الميزان، فإذا قلنا قدم فهتبقى وزنها فعلا، لو قلنا كرم هتبقى وزنها فعلا، وهكذا. إذا كانت الزيادة في الكلمة ناشئة عن حرف غير أصلي فإننا نزيده في الميزان، لو كان الحرف ده غير أصلي بنزوده في الميزان، كما هو أمامي أكرم على وزن أفعل. طب فين هنا الزيادة؟ هنلاحظ إن الزيادة بتاعتي في الألف، الهمزة دي أكرم، إن أصل الكلمة عندي الكاف والراء والميم فزدنا الألف، وعشان موجودة في الفعل هنزودها في الوزن فيصبح أكرم أفعل. ثم جاهد، أصل الكلمة جهد، الجيم والهاء والدال فتكون فاعل، يبقى عندي حرف الزيادة هنا هيبقى، حرف الزيادة هيبقى الألف زي ما هو قدامي دلوقتي، أدام موجود عندي فين؟ في الفعل، ينزل كمان فين؟ في الوزن، جاهد فاعل. ثم يستعذب، يستفعل. هتلاقي إن النطق واحد في كلا الحالتين، يستعذب يستفعل. هنا أحرف الزيادة نزلت في الوزن الصرفي، ملحوظة حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها أو هناء وتسليم، هناء وتسليم. حروف الزيادة مجموعة في كلمة سألتمونيها، ثم نأتي بعد ذلك لأمر آخر: إذا حذف من الكلمة حرف أو أكثر حذف ما يقابله في الميزان. لو اتحذف في الفعل عندي لأمر ما أو لأمر إعرابي حرف يحذف أيضا في الميزان، وهذا الجدول يوضح ما حدث في الفعل. كقولي عد، وزنه فل وأصله عادة، فهنا عين الكلمة حذفت من الفعل فتحذف في الوزن، التغيير حذف عين الكلمة.
كل وزنه عل لأن أصله أكل. الألف أو الهمزة حذفت من الفعل فتحذف في الوزن، حذف فاء الكلمة اسعى. هنا ده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فوزنه افعى، أصله سعى. إن الفعل الماضي هنلاقي إن أصله هنا الألف في آخره، يبقى الألف الأولى زائدة فلا توزن، فعشان كده بنزلها فين؟ في الميزان. قي وزنها عي. طب أصل قي دي إيه؟ قي أصلها وقى، الفعل الأمر من وقى قي، فوزنه يكون عي، فالواو والياء حذفت، فلما حذفت حذفت أيضا من الإيه؟ من الوزن. فالتغيير الحادث حذف فاء الكلمة، حذف فاء الكلمة ولامها عي، وزنه عي. طب ليه؟ لأن أصله وعى، حذف الواو والألف حذف في الميزان أو في الوزن أيضا، فعي أصلها وعى فوزنت على عي، حذف فاء الكلمة ولامها سمة وزنها علة، أصل الفعل وسما. فالتغيير الحادث حذف فاء الكلمة وأضيف التاء في آخرها، صفة علة أصلها وصفاء. والتغيير الحادث حذف فاء الكلمة وأضيف التاء في آخرها. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم الميزان الصرفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.